السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي نعمل mixing with content. هنخش في الموضوع على طول، والعملي هيفهمك كل حاجة بإذن الله، بس خلينا نعمل refresh لمعلوماتنا وننشئ mixing جديد وبالمرة نطبق اللي فات. هخش على الهيلبرز على الميكسنز وهعمل ميكسنز فكرته اني اعمل لك اوفرلي. الاوفرلي هي الطبقة الشفافة اللي انت بتحطها فوق سيكشن معين او فوق الموقع كله لما تحب تظهر بوباب او حاجة. طبعا الطبقة الشفافة دي ليها خواص ثابتة، واللي بتغير فيها هو اللون والاوباسيتي، الباقي كله بيكون ثابت. خلينا نخش في الموضوع على طول. ادي الميكسن بتاعتنا هسميها اوفرلي، هتقبل مني حاجتين، اللون بتاع الاوفرلي وهتقبل مني الاوباسيتي هيكون قد ايه. عايزه بقى نص، عايزها مثلا 3/10 زي ما تحب. الخواص الثابتة اللي هي position absolute بالشكل ده، بعدين lift 0 top 0 width 100% height 100%. كده انت مليت كل حاجة في الشاشة، فاضل بقى ال background color. عندنا ال RGBA، بص كده معايا، طالب منك الكالر والالفا تشانل، طالب مني حاجتين، دي ميثود عندنا اسمها RGBA، طالب مني اللون اللي انت هتديله والاوباسيتي هيكون قد ايه. فانا هديله الكالر اهو اللي الشخص هيكتبه، وبعدها على طول الاوباسيتي، وخلص الموضوع والحمد لله وعملنا الميكسن بتاعتنا. ازاي يا ترى نستخدمها؟ هاجي هنا اقول له مثلا بلاك اوفرلي، تمام، هقول له هنا انكلود بعدين اسم الميكسن اوفرلي، وادي له القيم اللي انا عايزها. هنا اللون بتاعي هيكون بلاك، والاوباسيتي هتكون مثلا نص زي ما انت شايف او حسب ما تحب، مفيش مشكله. تعال نشوف مع بعض الكلاس اللي احنا انشاناه اللي اسمه بلاك اوفرلي ده هيديني ايه. ادي البلاك اوفرلي الار جي بي اي اهو اتظبط، لون اسود، نص اوباسيتي، والخواص اللي انت اديتها له والحمد لله وكله زي الفل. طيب علشان تفهم الموضوع بطريقه احترافيه 100% محتاجين نعمل كود من اكواد الانيميشن ونحط البريفيكسز بتاعته كمان. هكتب كده ويب كيت كي فريمز فيد ان، ده اسم الانيميشن بتاعي، هقول له فروم اوباسيتي 0 بعدين 2 اوباسيتي 1، ده الانيميشن بتاعي والحمد لله وصلى الله وبارك. نعمل نسخه ثانيه عشان اضيف فيها الكود بدون الويب كيت بالشكل ده. الميكسن اللي انا عايز اعمله هيوفر عليا اني اكتب الكود بعد ما اخلصه كده اروح كاتب البريفكس بتاعته تاني، دي فايده الميكسن. لكن تعال نشوف بقى الميزه في استخدام الكونتنت. هي مش بس الميزه، ده اصلا لازم تستخدم الكونتنت. اول حاجه صديقي، جرب توقف الفيديو وتعمل الميكسن بنفسك عشان تتدرب على اللي فات وتتاكد ان انت اتعلمت. هنعمل هنا ميكسن، واسمحوا لي اعمله في الملف ده، وبعد ما نخلص ننقله في الملف بتاعه مفيش مشكله. كي اف سميته كي اف عشان ما سميهوش كي فريمز ويلخبطك، عشان ده ميكسن انا عامله بايدي وبنفسي. بيطلب مني ايه؟ الانيميشن نيم، اسم الانيميشن اللي انت هتعمله. جوه هنا ايه اللي هيحصل فيه؟ هتحط فيه الاثنين دول عشان توفر على الشخص انه يكتبهم. طيب هكتب هنا الويب كيت كي فريمز، وهنا طبعا هنستعمل الانتربوليشن واضيف الاسم اللي الشخص هيكتبه عشان ده الاسم الديناميكي اللي الشخص هيكتبه عشان الانيميشن يتغير. وهنا كمان الحمد لله خلصنا وزي الفل. ازاي استدعيه؟ طبعا الانيميشن ما بتستدعيهوش جوه كلاس معين، انت بتستدعيه في الصفحه على طول. فهكتب هنا انكلود وادي الانيميشن بتاعي، واسم الانيميشن هيكون فيد ان وبس على كده. تعال نشوف مع بعض ايه اللي حصل في الصفحه بتاعتنا. ادي المين، ادي الانيميشن بتاعك فروم 2 فروم 2، وهنا حاطط لك الويب كيت بريفكس، وهنا بدون الويب كيت. جميل جميل الكلام ده. لو انا جيت عملت انيميشن تاني وسميته جو اب، اسم الانيميشن هيتغير مفيش مشكله، عشان هو الاسم ديناميكي هنا في الميكسن بتاعنا وهو هنا بيغيره، لكن المحتوى ده ثابت. لو انت عملت جو اب جو داون جو شقلبه، في الاخر هيجيب لك فروم 2 وخلاص، عشان انت ما اديتلوش الفرصه انه يغير الكلام ده، او ما اديتلوش القابليه انه يغير المحتوى ده. اهو جو اب وده فيد ان، حلو قوي. عايزين بقى حضرتك مع استخدام الفيد ان او الجو اب نغير في الكونتنت دي كمان، ما تبقاش ثابته. عظيم. هات بقى الكونتنت دي معانا كده عشان انا محتاجها، وهتيجي هنا حضرتك تقول له كونتنت بالشكل ده بس كده خلاص، وهنا كونتنت وشكرا على كده. كده الشخص بقى عنده الفرصه
ان هو يغير المحتوى بتاعه بان انا افتح القوسين هنا واحط محتوى الانيميشن في الحتة دي بس كده خلاص. لو جيت هنا بقى عند المين هتلاقي دلوقتي الفيد ان فيه فروم 2 الفيد ان فروم 2 وكله تمام. لو عملت انيميشن تاني غير ده هتغير المحتوى بتاعه. هنا مثلا هقول له المرة دي الانيميشن اسمه جو اب بالشكل ده، هقول له مثلا هنا بدل بقى البوزيشن هقول له مثلا بوتوم صفر، بعد كده هقول له هنا البوتوم مثلا 100 بكسل، اهو يتحرك من الصفر لحد 100 بكسل مش مشكلة ما يهمناش، ده يهمنا بس الانيميشن هيطلع ازاي عشان تفهم الفكرة. هنا عندنا الفيد ان اهو حط لك البريفكس ودي فايدة الميكسن، والكونتنت اللي انت كتبتها ضفها لك، اللي بعده على طول جو اب كونتنت مختلف تماما حطه لك في المكان السليم، وهنا بقى عندك البريفكس جاهزة كده. يا شباب استعملنا الميكسن مع الكونتنت ونقدر نعمل بيهم شغل خيالي بإذن الله. طبعا بعد ما في الفيديو ان شاء الله هنقل الميكسن في مكانه عشان كل حاجة تبقى سليمة. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد والسلام عليكم.